FM. الكلمة ليك سيد تاهر بالغدوة كان عشنا ذكرى 58 لإعلان الجمهورية التونسية في 25 جويلية 1957. ثم بعض الناس يقولوا ماذا بين ندخل دومبلي سيد تاهر ومرحبا بيك، يقولوا أنه المانداء اللي مشى فيه المجلس التأسيسي هو جمهورية ملكية دستورية، ومعناها القانون الإصدار متاع المجلس التأسيسي كان على هذا، لكن تغير في الأثناء. هل كانت الجمهورية مطلب شعبي أم خيار للقيادة السياسية أنذاك وبورقيبة؟ شكرا بارك الله فيك، هذا موضوع كبير هذا و لازم نتحدث فيه وندقق شوية الأمور، لأن كما قلت الاتجاه كان لملكية دستورية، وهذا النص أمضاه الباي أنذاك يكونفوك معناها المجلس التأسيسي لإصدار دستور لملكية دستورية، وكان اتفاق جماعي نوعا ما. بعد مثلا كتب عام اتحاد الشغل انذاك كان يتحدث على ملكية دستورية، الوزير الاول طاهر بن عمار كذلك، وبورقيبة كان في هذا ما برشا ناس ما حكوش فيه، ولكن لازم على الاقل في جاء حان الوقت باش نعرفوا على احنا كنا نجم نكونوا في ملكية دستورية، وهذاك كان الطبيعي ولو كان ما كانش ظروف اخرى وكانت تخطيطات اخرى من هذا وذاك. التخطيطات الاولى من صالح بن يوسف هذا كان في الاربعينيات، كان بورقيبة في الشرق وبن يوسف في تونس ماسك الحزب، وكانت عنده الدراية والكفاءة الكبيرة لباري كان في يده، وكلف طاهر الاخضر عميد المحامين وكبار المحامين انذاك الله يرحمه وينعمه، كلفوا باش يقدم مشروع دستور للديوان السياسي، وفي الاربعينيات جاء طاهر الاخضر للديوان السياسي وقدم دستور على اساس ملكيه دستوريه. ومن ذلك الوقت تغيرت الامور. كيفاش بالضبط تغيرت الامور؟ لان بورقيبه ابدا ولا كان في باله باش توصل الامور ان في الديوان السياسي ويقرر نظام كذلك، ويعرفوا ان كونه بورقيبه مش من 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 لعات الملكيه الدستوريه، وسكت نوعا ما بورقيبه، ولكن استغل ظروف معينه. هذاك كان في الاربعينيات ما غير شك في الشرق، وتعرفوا كيفاش طلب منه بان لا يرجع الى تونس خوفا على حياته، وتعرفوا أن كانوا في مؤتمر مثلا دار سليم كيفاش نحولوا المسؤوليات الكل المالية على أساس أن يكونوا يصرف معناها بدون معناها حساب، وكانت الأمور متوترة نوعا ما، ودام الأمر. وكان بورقيبة في اغتنم الفرص، وخاصة منها وهذا الناس ما يقولوش، خاصة منها أن فرنسا كانت ما زالت تعاني هزيمة الحرب العالمية في الأربعينيات، ثم قاعدة قاسي في الحرب الهند الصينية التي بدأت 45 وفات 54 بديان بيان فو، ولهذا تعضعت الحكومة. وثم عام 51 جاتك المذكرة متاع الشومان اللي يطالب بها بازدواج الحكم ما بين فرنسا وتونس. تم الأمر وعام في 52 في جانفي 52 كانت اندلاع الثورة التونسية، اندلاع الثورة في الانفيرونمون هذا، مع أنذاك يعرفوا الفرنسيين ويعرف بورقيبة ويعرف الناس كل أن كان إعداد معناه كامل ووثيق بالنسبة للجزائريين الذين كانوا استعدوا للثورة عام 52 وبدأوا الثورة متاعهم 54. في نطاق الانفيرونمون هذا معناها كان بالنسبه اللي كان رهانات، كان راهن بن يوسف على الملكيه الدستوريه وعلى معاضده الباي ومعاضده، وهذا بحسابات وبتخطيط وبإعاز من ولد الباي بنفسه شادلي باي اللي كان هو المعور الاساسي الذي ينظم الامور، واصبحت العلاقه وطيده بين شادلي باي وبين بن يوسف على اساس حاجتين، معناها نظام ملكي انا نضمن لك النظام الملكي، وطلب شادلي باي ان يكون هو ان تتغير
الورثة ورثة الحكم، وألا تصبح بالنسبة للكبير السن بل للابن. وكان الديل سيتان ديل كايتي فيها طليلو، وواصلوا ذلك. ولهذا حتى في الفتنة اليوسفية وغير ذلك معناها شفنا أن كونه، وقالوا حتى مختار بي بنفسه في الكتاب بتاعه يقول من غلطات لمين بي وغلطات جماعة أن كونه مال ما اختار صالح بن يوسف ومال ما صالح بن يوسف. بورقيبة هل كان يحب جمهورية كمبدأ أم جمهورية بسرعتها هو؟ لا جمهورية ولا لا هو تفكيره هو تكوينه فينه تكوينه في فرنسا مع مونتكسيو مع جاك روسو مع جماعة الكل. أيوة. ورجع معناها من أساس مطالبه الأساسية أن نجعل من تونس بلاد متحضرة مدنية كيف أوروبا مش كيف الشرق ولا كيف البلدان الأخرين وغير ذلك. لكن إنجلترا متحضرة مدنية وهي ملكية دستورية. لا ملكية دستورية ولكن ثم ملكية دستورية بريطانيا وثم ملكية دستورية على البلدان العربية زلا كذلك ما فرق هذا من أهم يعني النور السعيد ولكن على كل معناها الأمور هذه كانت معناها نوعا ما مغموتة معناها ماشي. هل فوجت الطبقة السياسية بإعلان الجمهورية؟ لأنه البعض يحب يقول أنه كان انقلابا. لا مش نوعا انقلاب، لأن دامت المجلس التأسيسي دام 3 سنوات مش عمل دستور. كان نجم عمله في 3 شهور. علاش طولها بورقيبة 3 سنين حتى يفض المشاكل، يفض مشاكل الفتنة اليوسفية ويفض مشاكل الملكية السورية، بعدين يجي الدستور. لأن الناس يسخالوا أن كونه معناها نقاش، لا نقاش معناها طويل عريض، في الأخير كان نقاش أخير على الارتيكل الآن جاب بورقيبة وفض المشكل. أما هو طول المدة حتى يفض المشاكل هذه. وفي ذلك زي كذلك معناها كانت ظروف خدمته نوعا ما، لأن فرنسا ما كانتش ماشية مع صالح بن يوسف. صالح بن يوسف الذي اختار مساندة عبد الناصر والشرق، واختار التحالف مع بن بلة وصوت العرب وغير ذلك، واختار أن حاجتين أن تدوم الحرب، أن تكون الحرب في الجزائرية حربا عارمة لكامل شمال إفريقيا، وأن لا تقبل تونس بأي شيء إلا باستقلال عام للمنطقة كلها. ثم معناها ما غير شك في فرنسا أنا ذاك وما داس فرنسا بنفسه وقت لا سألوه على الملكية قال هذه مسألة داخلية. ورغم أن الباي تونس في 55 قبل حتى بعد الاستقلال الداخلي بعد الطلب، هذا نقطة مش واضحة برشا معناها ولكن واضحة عن ما 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 عن التاريخيين اللي بتحدثوا فيها، جمع الباي سريا، عقد اجتماعا سريا بين وحضر فيه الوزير الأول طاهر بن عمار والشاذلي بي والمقيم العام فرانسوا سيدو، وكانت له طلبات. المطلب الأول وهل فرنسا ما زالت تحترم لتريتي تاع المرسى الارتيكل 3 اللي يضمن ديمومة العرش، نحبوا نعرفوا هذا ضمن. الحاجة الثانية وهذه ذكية بصفة لأن كونه الحاجة الثانية أن قالوا من الباي أنا مسؤول على الرعية التونسية كاملة، ودخل التوفيق قتال مع حكاية صالح بن يوسف، وأنا بدي أن كونوا ما غلبوش شق على شق آخر ثاني، وما بدي أن الأمن يبقى، أمن فرنسي يبقى عند مسيو فرانسيس مدير الأمن. وقت اللي هو خاطر يعرف الباي قال لك ماذا خاطر البورقيبة طالب من فرنسا أن تمده بمسؤولية الأمن. طيب بس وقتها باش تحمل رغم ان الكولومبيا انتير ذكرت 225 داف الامن وقت لها معناها ولهذا وحاضر سيدو وكان وطلب من البي ان يكون اجتماع سري، وكان الاجتماع سري، وكان جواب سيدو بانه سيراسل حكومته في ذلك الشأن، وراسل حكومته. ونظرا لرهان فرنسا واختيارات فرنسا بالنسبة لبورقيبة ومعاضدة فرنسا لبورقيبة، وهذا صحيح عاد بورقيبة، وخوفا من صالح بن يوسف ومن توترات طلبت من سيدو بأن يعلم بورقيبة بصفة خفية بالاجتماع السري، وعلم بورقيبة بذلك الاجتماع، وكانت معناها الموقف التجنس الكبير، وارتاح ومشى للقصر، ثم هدد بفضح الأمر عند الشعب التونسي، وسكتت الأمور. يعني قبل أمين بي وقالوا عملتوا اجتماع سري. عملتوا اجتماع سري كيفاش وأنا ما في علمي، ولام أكثر ما لومه كان على الوزير الأول طاهر بن عمار.
كيف انت تحضر في اجتماع كذا وما تعلمنيش، ما كنتش انا على علم وكيفاش. وفي الاخر فرنسا مشات مع بورقيبه وصار التغيير في 18 ابريل 1955 ونحى مسيو فرانسيس وجاسي زويتن مدير الامن واخذ الامور بيده. كاب اف ام الكلمه ليك.